عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي تفرجوا فينا. شكرا على تفاعلاتكم، شكرا على اتصالاتكم. هذه ناس مليح، حلقة جديدة من ناس مليح. اليوم موجودين وخذينا ثنية الكبارية، ثنية ذكرني صالح عناوين ابن سينا. فوالا دونك شينا للبقعة هذيا. رحلة البحث تنطلق اليوم عن عائلة عندها كلب، عندها حاجة نحاولوا نحلوها. انتهينا من الجزء الأول اللي كان خصيصا للعودة المدرسية، الجزء هذا باش نبداو في الرسمي. هذا هو ناس مليح، نبداو معنا على بركة الله. لو جو عائلة استنى في الناس مليح. يلا ناس مليح. قالوا لي على واحدة ما تشوفش عندها بنية عمرها 5 سنين وتبيع في المشوار في الشارع. ما تعرفهاش؟ عرفتها؟ انت وين دلنا؟ وين نمشي؟ انا قلت لك انا ننعتك على واحد ساقيه، عنده ساقيه باش يتقصح وديجا طالبين عليه عمليه وظروفه تعبه على الاخر على الاخر على الاخر وما يخدم. انت ناس مليح، ناس مليح، ناس مليح. شوف لقيتو، ما نساش نوصف، لقيتو في القمامه يلم في الدبابس. قلت له تعرفش عائله محتاجه عندها كربه؟ قال لي ندلك فما فلان فما فلان، ما قاليش يجاني لي انا. لا سمع سمع نحكيك حاجة. أنا طبعا قدامه مش هاني ديريكت بالمباشر، نهزك أنا طبعا للدار تقتل وطايحة، اشترها طايحة كرهة أنا، ونكتب في البلدية باش ما نكذبش، فهمت؟ وعندي برشا ماء وبرشا ذا ومش خارج وبرشا كذا، الحمد لله بعد تربط باب استوى نسقات الباقي نمشي نمشي مرشي الحمد لله يعطيني ربي مش البشر. ولا 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 نوريك تو نهزك تشوف كيفاش رجل هي طايح كله طايح حتى نتاع الحيط ما عادش جدا لاباس ربي هو الرسام كريم. ولا من هنا الناس فما شكون زوري زوري على الاخر الدور هذه مع شركه المركز عملتني شوف من غاد فما قول لي قول لي شنو فما فما ناس بالضبط محتاجه ما عندهاش. سمعت صوتي كهو عسلامة عسلامة شكون؟ نسمع صوتك يا لفت. نسمع عليك نخميس عليك نسمع مش على الكورونا مثال سامحني خف عليك مني مش بي بي عندنا عندنا وحدة عندي وحدة لهنا زولا انا قالوا لي عليك قالوا لي راهو كلوطة قلت لك شي انت هكذا تلبس عليك لا ها؟ قصيمي كان لبس علي لا دارك هكذا ايش دار يا بنت دار 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 اختي وانت مش لبس عليك؟ لا ما حينيش انا عندي وحدة زولا عندك واحدة زوالية؟ هي هي لهنا ساكنة عند أختي. الله صلي على النبي. ساكنة عند أختي. هاو الناس مليح يا ياسمينة. ريتوها الناس مليح ريتوها قبل كده مش وريكم شكون. مش وريكم شكون يا ياسمينة. هذاك ما ترتوها رد بالك. يا ياسمينة عايتي لي فرجانية عايتي. عايتي لي فرجانية. عسلامة. هاتك خرجت فرجانية. فرجانية مشت لي امرأة كلمتها. خرجت خرجت مسير استنى مشي بلاصة أخرى. بعينيا قلتي عاونيني يا ذي عاونيني يا ذي المرأة زوانية بالحق ميش هوني ميش هوني اسمعني اسمعني شو اسمك انت؟ انا سكينة سكينة دول الكاميرا سكينة هاي طو طو الناس كل تسكتوا طو عليش برافلو يا مخرج اسكت مش تغنيني يا سكينة بنتي ما نعرفش غني ما يعرفش انتي بنعني علي سمعتك سمعتك وين سمعتيني وين؟ شو همك انا سمعتك تحت الياسمينة في الليل نسمع والورد محاذيني لغزان علي تميل تمسح لي في دمعات عيني لغزان علي تميل تمسح لي في دمعات عيني لا 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 تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت وتناثر دمعي وبكيت تفكرتك كيف كنت تجيني وتناثر دمعي وبكيت فكرتك كيف كنت تجيني واو شكرا واو واو برافو
كيفاش عرفتيني؟ كيفاش؟ قالوا لي تغني. يا عجبك شي ايه هاك تقعد تغني. ما شاء الله عليك. والله ما دام خطفتيني من النوم سمعت بيكم جيت وقمت من النوم والله. انا نحب قناة حنا بعل. ايه. بنتي خرجت لبرا. ايه. فهمتي قالت لي ماما راهي قناة حنا بعل. ايه. خرجت نجري من الفرحة. احنا جيناك قالوا لنا فما شكون ادري لقيناك لابس عليك الحمد لله قلت لا انا ما نحتاجش انت ناس مليح عاونوني البنيه ناس مليح يتبعوا فينا بزيدوا يورونا عاوني المراه هذيا باش اسمك انت قدم لي اسمي مريم مريم مرحبا بيك يا مريم عايشك يا سكينه تنرجعوا وعلاش دلاله يا مريم وعلاش دلاله يا مريم وعلاش دلاله هاي انا فرحنا بيكم هاي خليك يا سكينة بزويت خالتي زهرة في شطورينا دار هذه المرة شفني ليها شنو حكيت يا رجل هميت عندك لها صغار هذه دار حميتها ساكنة فيها نشوفك الدار كيف قاسمين على سلفتها الفوق سلفتها الفوق هي لوت ظروف ساعات تحكم على الإنسان كي تحكي لنا حكايتك شنو حكايتك شنو حكيت انا راجل متوفي عندي ثلاثه صغيرات مره نخدم عند إنسان في الدار مره هكا مره ما عنديش خدمه رسميه تعيط لي وحده نعاونها دبرك للعشرينك العشرك عندك شيء انت راجلك طبعا ما عنديش كان يلبي ما عندك شيء راجلك شنو كان يخدم كان يخدم عام اليوم ما خليش هيريه خليش كان كلامي وثمانية وتعتم لك ركها هذيك هي اللي عندي أنا ومدبر في راسي كما بكفت ولدت شنو يعملو أنا جي أقرأ واحد خرج الساعة كش عمره عمره 16 أي واللي أقرأ عندي 15 يقرأ وهذا الزهر اللي كش عمره هذا عمره 9 سنين واحد 15 و 16 شو عملت؟ كيفاش معيشتهم إذا كان ما عندك شهرية ونهار تخدم اللي أحكي لي كيفاش معيشتهم؟ والله هك ساعات يعاونوني ولاد حليل هكا ساعات كل مرة كيفاش؟ كل مرة كيفاش؟ حبيب ربي موجودين كل مرة مرة يعاوني الناس مرة هكا مرة هكا مرة نكرجي مع المكتب ونخلص بشوية نكرجي أنت تو؟ نكرجي مع العطار توصيل 150 ألف كان 150 دينار 150 دينار ونكرجي الساعة ناكل منها ونبدل ما عنديش مصروف ونكرجي معاها أنا ولدي زين. كبير هوريك ما يمصوره بزيف الكاميرا بزيف الكاميرا. خوف يركض غادي ويركض أكثر شيء وخوف يركض غادي. حتى نعطوك ما مش فرق ديار هم شي فرق ديار هم فرق ديار حتى وقت الجي ديار يعطوني اللي هم يحب بنتي توا المطلب متاعك نحب نسمعك انتي انا حاولت نعاونك بلاصه نبيها لي تري دوس ياسر طيب اكد دافيه ياسر نبيها شو تحب نبيها انت نحب ماذا بيا ولاد الحلال يعاونوني على ولادي خاطر بالحق الحق ما عنديش معناها ما عادش فيا بالرسمي والله تعبت على الاخر على الاخر انت للتوب ولدي الاخر خرج من القرايه على خاطر ما عنديش باش نقريه انت خرج بقاو للزوز هاي نستنى شكون يعاوني عليهم باش نقريهم هكا وش نحب يعاونوني يعني على دار نخرج من الوضع اللي انا فيه هذي خاطر اربعه من الناس ونرقدوا في بيت واحد في بيت واحده معناها ما تجيش ام وثلاثه صغار يرقدوا في بيت واحده ما تجيش على بعضنا في الشتاء ولا في الصيف ما مش نلاقي راحتنا حتى في شيء لا دوش يدوشوا فيه لا مش ما عندناش ما همش لاقين راحتهم حتى في شيء حتى في شيء تصوري انا ولدي باش يرجع تو للمكتب ما عندوش لا سبادري لا عنده حوايج لا عنده حتى شيء حتى شيء ما انا قاعده نستنى شكون في ولاد الحلال يعاونونيش هكا هاو انا الفريق اللي معايا فريق الناس ملاح باش نحاولوا نخرجوا ونشوفوا الناس ملاح خلصونا العطار نسبقوا شويه للعطار نحاولوا نجيبوا الادوات المدرسيه لبسه للصغار نمشيو نشريوا لبسه للصغار ولا نشوف شكون يعطينا لبسه للصغار النداء متاع الدار يقعد مفتوح خاطر حاجة كبيرة ما نجمش أنا في حلقة نلقى حكاية للدار هكا وللولاد فاحنا باش نوجهوا نداء للناس الملاح باش نخرجوا توا على عين المكان شوفوا شنو نجمو نعملوا نبيها استنينا نبيها شنو نجمو نرجعوا لك ما نعرفش الحقيقة شفنا الظروف
وربي يبعث لنا الناس اللي ربي رزقنا بناس حلال. خرجنا من عند مدام نبيعة و صدفة جاني تليفون وكاميرا ما يش تصور دونك عليك ما خليتكمش تليفون. كي حبيت بعد نسجل التليفون الناس الملاح بوسها وهي بوحدايا هذه بوسها بشوفها وانت قاعدة تتفرج في حصة. الناس الملاح هذه اتصلت بيا وقالت لي مريم انا نتبع فيكم من فرنسا انت وهيلة ونحبكم برشا 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 هبط لتونس قلبت الدنيا وكلمتني. فقلت لها انا طوميون قاعدة نصور توا خليني نسجل. قالت لي لا لنحب صوتي لنحب اسمي. كان قلت لها اسمها تنحط بيب ممكن قلت لها اسمها لنحب اسمي لنحب صوتي لنحب انا. فهمنا انا وياها باش نتلاقاو قدام اي لوف تشينيز وي لوف تشينيز نحبكم برشا الناس المليح كيما السيده الناس المليح اللي عطاتني موعد لهنا. قالت لي شنو صورتوا شنو محتاجين. قلت لها راهو دار كذا كذا العيشه كذا كذا والناقص كذا كذا دونك ناقصين ادوات مدرسيه ناقصين. قلت انا نجم نتصرف فيهم. قالت لي لا لا تمشي لا تتصرف فيهم انا اعطيني شويه وقت نمشي نصرف باش ناخذ لك الناقص الكل. الولاد الكبار باش ناخذوا كانس بدريات كل صغير ناخذوا له مريول وسروينه صار. رامي 91 دونك فوالا تفضل جو ساعتين تيكي بك شي اون كاو تحب تبدل المدام. ناس مليح ولا ماكش ناس مليح؟ ما نعرفش خلينا نشوف. حاجتي بادوات انا بروميير انا بروميير انا وادوات سنه رابعه ابتدائي بي ريقل أمورك عايش ميرسي بوكو ناس مليح. انت تخدم على روحك هنا ربي يعينك تخدم على روحك وتتخلص هي ان شاء الله بركة عارفة يتفرجوا وما يخوش عليها يطلع ناس مليح. راجل ناس مليح محلى من الكربة كلام ناس حك كذحكة نتا عرفتكم اي ايجا وادخلوا ما تصورونيش يلا كثرش عليك ميرسي بوكو ميرسي بوكو اي مساج مساج تاتي ناس مليح. لا لا يعطيك الصحة ويعطيك ألف خير وبارك الله في الناس المليحة اللي كما السيدة ذي ميروبا ب 28 دينار وش خليلي ب 25 دينار اللي حبي يشري 25 نحسبها لي ميرسي بوكو أبو بارك الله فيك ويبارك لك اللي عملته معنا انت زيادة عايشة ما نصوروش اي ما نعرفش حابين نشوفوا كانك ناس مليح تعطينا ادوات بريمير اني سيكوندير ونكملوا على رواحنا ما فما حتى مش عايش كيبارك لك وشكرا جزيلا لك وانت ناس مليح. هذاك بريمير اني سيكوندير صرنا عادة مش الكل راه اش ناقصين قول لي. والله يعطيكم الصحة والله اللي ما حد ما يرجعنا معنا ناس مليح معنا مرة ناس مليح جبت معاها فلوس شريت لهم الحوايج الكل والدنيا كل ومش تخلص الحانوت ومش تخلص الكري يبارك لها يبارك لكم الكل صحه لي زيدني ساشي اللي عنده صحه لي يعطي مره هي عادي. قال لي السيلويت قلت له قلت له برشا عليها برشا ما نكفرش عليها وحدها قال لك ريت وحدها مشيت مت السيلويت والله احنا ما عندناش حتى مزيه والكلنا رانا في كنا في الهواء سويره بارك الله فيك عايشك. اما ما نحلش شويه طاقتي شويه ندقوا عليه الناس اللي مليح ورانا ما تحبش تتصور باش نشوف الحانوت نخلصوا لها اللي عليها. الحانوت اللي تكردي من عنده كان مسكر جا حل لنا يعطيه الصحه فوالا. مدام نبيها عندك ريدي عندك ولا ما عندهاش؟ عندي نشوف الكراسه عنده عنده من وقتاش؟ شهر شهر. بيع عنا فاعل خيط
مش خلصت لك 141 سامية؟ هذوما نشطبوا عليهم. خالصة. هي عندها معدل 150 دينار في الشهر تخلص حانوت. نمشيو لها 3 شهور. باهي باش نعطيوك 3 شهور في 150 دينار. باش نخلصوا عماد بالمسبق. عماد كل شهر تعطيها بما قيمته 150 دينار مسبقين عندك. بارك الله فيها ويعطيها الصحة ويرحم والديها وإن شاء الله ربي يبارك لها. نمشيو للدار؟ هاي تفضل. وصلنا لدارنا بها. كانت فما مفاجأة في مفاجأة العطار. حمل ونزاح. تنحت عليا حاجة ما أنا كنت مرزن عليها وتنحت. وبارك الله فيها ويرحم والديها ويكثر خيرها. هذوما لبسة لولدي المزيان للعودة المدرسية. عايش ولدي سو. هذه كرتارتك الجديدة. ماكش ترجع الكرتابة القديمة. وهذه كرت تزفيها الكوتي. عندك أدواتك جدت. أنت ما خديتلوش أدوات قلت لي. هاو أدوات ولدي يكون راسيت. وأدوات ولدك زادة اللي يقرأ تكفيها ماني. مع عند أختنا الحثروبي يعطيها الصحة. فشكون السبيدري هذا؟ أنا وجهت لي قلبي نبيها. قعدت لي في قلبي بالحق. صغاري كلهم رجعوا في جديد ولدي أنا رجعت في القديم خاطر ما عنديش بالحق خاطر ما عنديش بالحق. مش يعني نكذب الحاجة كي جيتي على غافل وشفت ما عنديش بالرسم بالحق اللي فرح أولادي إن شاء الله ربي يفرحوا في دنيا الكل بالرسم إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى والله إن شاء الله يعطيه ربي مقام الجنة. حتى نبيها يزمها تلبس حتى نبيها يزمها تحط الخطة إن شاء الله ذوق ما يعجبك. شوف تجي قدك نتصور هذية إن شاء الله نعمل حتى مشروع صغير حتى حانوت نتاع الملابس حتى من حانوت مش حاجة تجيب حاجة حاجة تجيب حاجة بشوي شو يكلف لك مثلا غاز تبوز غاز فريجيدير والكريم قداش الكريم هذا الكباري نحط ال 200 فم وانت تعرف تعمل ملي وبالكدا حقا نعم بيك بس المليح اللي معايا باش تعطيك حق مشروع يعني انت مشروع هذا تقريبا يتكلف زوز ملي تحب نعمل لك المشروع هذا نتاع المليوي ولا نكريو لك كل عام تخلص لك كريك وانت قاعده نخلصوا لك دار تخرج تكري دار لا لا نعمل مشروع خير اشتيك هاي المشروع خير مشروع خير نخدم شنو نجم نخدم على ولادي ونقوم بهم انا مثلا ناقصين حاجه في قرايتهم في حاجه اللي ناقصين نوفره لهم الخدمه اللي باش نخدمها باذن الله باش تعطيك ناس الملاح اللي معانا هذيا بارك الله فيك يا حبيبي ان شاء الله ربي يفضلك وربي يعزك وربي يخلي لك صحتك تاج على راسك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمني فرحتينا وفرحتي ولادي الله ربي يفرحك بصحتك ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمني وربي يفرحك بصحتك تصورت اللي باش يجيوك الناس الملاح هذوما الكل ليك اللي يعاونوك الكل ناس الملاح اللي يعاونوك الكل في كل شيء اليوم غم وتنحات والله الصباح قمت نخمم هزيت ولدي للمكتب قعدت حايره كيفاش باش ناخذ له الكتب كيفاش باش ناخذ للاخر الاخر باش يرجع سبادري مقطع عنده سبادري قديم كان حتى نجم نوريه لك مانيش نوريه لك كان نجم حتى نوريه لك بدري ولدي يقرأ. هذا بدري يقرأ بي. نطلع على ولدي. هو مستوى يتخدم شيلوه. هذا بدري ولدي الآخر اللي خرجت وليك الريق. هذا لما ذي عطيه لهم راسي. كنت صباح حار قلت شو نعمل مش مش نكرجي. هو سنة 150 وزيد نكرجي الكتب شوفي قديش تطلع. ما عرفش كيفاش. ما عندي حتى حل آخر. لا عندي أبو حي لا عندي أمي حي لا عندي حتى حد. ما عندي حتى حد ولادي تيم في نفس الوقت. لا عندي لما نشكي كان ربي العالم هذاك هو نشكي هو اللي يبعث للناس اللي يعطوني واللي يعاونوني هذاك هو ربي الواحد نشكي ما تقعدش وانت تخمم باش نرقد انت خانا قاعده عندي موقف باش نرقد نبني تخمم في الاخر باش نخلص والاخر باش نشري له غدوه باش نفطر وغدوه باش نعمل غدوه شي تبع بعض ربع ثلاثه صغار والدنيا غاليه تشوفي فيه
ماما من حقه باش يخد كعبه غور وتخد كعبه كيك. انا ساعات نعمل ناخد باك وحليب بركه ونعملوا خبز في الحليب مغبس ونقولوا يقول لي ماما وصاحبك لي غور نقولوا مش باهي لي غورتي مرض صايب علينا من باش ما نشريلوش. تو صفحه مش نبداو صفحه جديده ولا ان شاء الله باش تولي صاحب المشروع ان شاء الله وتجيت تولي علينا وتفطري عندي وزيني قال الملاوي يعني نقول لك صوبيتش الملاوي جيبي معاك الاولاد نحبك تحل محانه الملاوي ان شاء الله ان شاء الله نحب الامان اللي عطاتها لك الناس الملاحه اللي معانا امانه ايتام انت امهم اما في رقبتك الامان مخاف منهم مخاف من حاجه ثانيه هذوك مش ليك اي نتاع ليتام نتاع ليتام ماهمش نتاعي انا ما بقى لي كان في النهار طويل ما تشوف ما تصوروش قد التعب قد السعادة قد الحزن قد الفرح ناس مليح ناس مليح وين نمشي نقل ناس مليح ستكون اليوم من السبعة متاع الصباح توا في الليل حتى حد لقى لنا لا وبيتها في شان ويصبحها في شان هذه عائلة كلكم شلتوها كلكم عاودتوها المرأة هذه باش تولي صاحبة مشروع باش تولي عندها حانوت ملاوي صغارها دخلوا يقراوا بأدواتهم الكلهم بسبيدريتهم مش سبيدري مقطع الحانوت بارك الله فيه ويكرديلها واحنا الناس المليح زادوها ثلاثة شهور قدام فشكرا للناس المليح شيء يفرح القلب ان اليوم تمكننا انا والفريق معايا صالح اللمسي عادل بوستة ماهر امين ان فرحنا عائلة فشكرا لكم الناس الكل وشكرا للناس اللي تبع فينا هذه الناس المليح ننتظر حلقة جديدة من الناس المليح وهي الزوادي صباح الخير نسكم